طبعا خبر مهم الحقيقه، فكره ان المباراه ان شاء الله سيتم نقلها حصريا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، مباراه الاهلي والسونديب. هيبتدي الاستوديو التحليلي ابتداء من الساعه 2 ظهرا، وطبعا الماتش زي ما حضراتكم اكيد عارفين هيكون الساعه 4 عصرا باذن الله، وبتمنياتنا بكل التوفيق للنادي الاهلي ولاعيبه الرجاله. طب كمان بقى عايزه اقول لحضراتكم خبر كمان، ان اذاعه مباراه سبورتنج والاهلي هيكون في نصف نهائي بطوله الدوري المرتبط سله رجال، هنا هيكون الساعه 8 على قناه الاهلي، برضو للي حابب من حضراتكم ان هو يتابع. ان شاء الله كل التوفيق للفريق باذن الله.